مشاهدي القناة الإعلامية أنفاس تي في داخل المغرب وخارج المغرب، اليوم في حوار خاص على أنفاس مع يعني أحد الخيالة ديال صربة جماعة مولاي عبد الله حديث محمد. مرحبا بك معنا على أنفاس. السلام عليكم، مرحبا بك حتى عندنا. احنا اليوم في موسم مولاي عبد الله ويوم الافتتاح، انا كنوب على حفه التوفيق. اليوم كنستعدوا ان شاء الله. كنستعدوا وحنا كنصوبوا دابا في الشروجه، غنمعلم هو معنا كيركب لينا في الشروجه، واليوم افتتاح وانا كنوب على حفه التوفيق من جماعه مولاي عبد الله. مقدم حفه التوفيق. انت خالو ياك؟ جماعه مولاي عبد الله. انا خالو هو ولد اختي، وبحاله هو بحالي انا، لما كانش هو راه النوب عليا كيكون خالو. شكرا خويا، تبارك الله عليك. اليوم ان شاء الله يعني اليوم غتكون عندكم الركبه ديال الافتتاحيه. اليوم حنا كنصوبوا في الشروجه، واليوم غنكون عندنا الافتتاح يعني ان شاء الله. تقيدوا غدا يكون البارود ان شاء الله. غدا عاد باش طبقوا البارود. اليوم غتكون التحيه وتقياد. دابا راه كتستعدوا، كي دايره النفسيه؟ والنفسيه راه حنا دائما في المواسم، دائما حفه التوفيق راه معروف كيمشي. ما كيكونش شي تخوف؟ ما كيكونش شي تخوف؟ التخوف راه اللي غيتخوف راه ما غاديش يركب. الركاب كلشي مشجع، ولكن ضروري كيكون واحد لوطخاك قبل يعني قبل ما كتعطيو داك قبل الانطلاقه. راك المقدم، اي مقدم كيحكم على الركاب ديالو، كيقول لك قادوا العود، كيقول قادوا الخيل، قادوا الخيل، قدوا الخيل، كونوا على بال هكا البارود. حفظ الله. تحياتي لكم. الله يحفظك. كنتمنى لكم ان شاء الله التوفيق والنجاح، وتخرجوا سالمين وغانمين من ان شاء الله من الدوره ديال الموسم ديال مولاي عبد الله ان شاء الله. تحياتي لك. الله يحفظك.